السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم علمنا واحد. صباح الخير دكتور هيثم. صباح الخير أستاذ عصام، وأهلا بالسادة المشاهدين، وصباح الخير على مصر كلها. صباح الجمال ومقالات الصحة والجمال وبرنامج علمنا واحد. وإحنا دايما بنتكلم يا دكتور هيثم عن أحلام الناس اللي حققوها، وبنتكلم معاهم إزاي يبقى عندك إصرار توصل لحلمك وتحققه. كان في زمان حكمة كان أساتذتنا معلموها لنا وإحنا أطفال، كان الحكمة بتقول لك بالجد والعمل يتحقق الأمل. عمر الأمل ما يتحقق وأنت قاعد مكانك. تمام. فإحنا دايما نعلم أولادنا الوطنية، حب الوطن، نعلمهم الإصرار على حلمهم. في كتير خالص وهنشوفها في التقارير في الحلقة بتاعتنا، ما كانش مجاله اللي بيشتغل فيه كان حلمه واشتغل فيه، لكن بالعكس حقق ذاته من خلال إصراره على كده. فاحنا عايزين يا دكتور هيثم نعلم ولادنا الوطنيه والانتماء للوطن، ويتعلموا خبرات السابقه من السابقين. يعني دايما نسمع عن جيش مصر وعن مصر وعن الانتماء ليها، لكن حد مننا بدا يشرح لاولاده او لاخواته الصغيرين، يكلمهم يقول لهم بعض الكلمات اللي سمعناها وشفناها، مثلا زي هتلر لما اتكلم قال اعطيني سلاح الماني وجندي مصري واغزو العالم كله. نيلسون مانديلا اتكلم وقال ان الفرنسيون اغبياء لانهم استهزأوا بالشعب المصري. الراحل رحمه الله عليه صدام حسين قال لولا جنود مصر لاحتلت اسرائيل كل الوطن العربي. اوباما قال افضل رجال في العالم الرجال المصريين. حتى اخر كلام كان وصل وسمعته وكان كلام جميل عجبني، كان موقف من جورج بوش، كان يقول اذا اردت احتلال مصر فعليك ان تستيقظ من النوم وتعتذر له. شوف الكلام، كلام يعني المفروض نعلمه لاولادنا في كل مكان. طبعا قبل دول كلهم يا استاذ عصام نبينا محمد عليه الصلاه والسلام قال اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا. فهنا الرسول عليه السلام هو اول من تحدث عن قيمه جيش مصر وقيمه شعب مصر وقيمه مصر كدوله في العالم. عشان كده دايما احنا الحلقه بتاعتنا هتتكلم النهارده عن العلم وتطوره، وعن المدارس، وعن المناهج التعليميه، وعن احترام المعلمين، وعن ادائهم في المدارس. بس انتظرونا بعد الفاصل، نرجع لكم ونشوف مع بعض الحلقه مع دكتور هيثم وبعض اللقاءات الاخرى. انتظرونا مع عصام الجميل والدكتور هيثم ممدوح في برنامج حلمنا واحد يوم الاثنين 11 صباحا. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل مع زميلي الدكتور هيثم. يا دكتور هيثم، احنا كان الحلقه مجهزين لها كلام عن التعليم وكلام ما بيخلصش عن التعليم، فعايزين نبدا مرحله مرحله كده نتناقش فيها في التعليم وتهيئه ومناسبته للتلاميذ والطلبه والتعليم. والله يا استاذ عصام انا شايف ان التعليم هو قضيه امن دوله، وهي من اهم القضايا اللي بتواجهنا، لان انت لما تحب تهد شعب او تهد دوله عليك ان تهد التعليم اولا. فانا شايف ان احنا لازم نوجه في البدايه بتاع الاهتمام بالتعليم الابتدائي ونشأة الطفل، لان الطفل ده هو صغير، هو ماده خام انت تقدر تشكلها زي ما انت عايز بالسلب او بالايجاب، وده محتاج تكاتف كل اجهزه الدوله من مبنى للمدرسه، من عقليه المدرس، من اهتمام الاسره، وايضا من اهتمام الوزاره، وقبل كل هذا اهتمام القياده السياسيه في مصر. هو اللي احنا في العصر الحالي وزير التربيه والتعليم اللي موجود حط نظام تعليم جديد، فهو في جزئيه منه وانا لمستها بايدي وبقول للساده المشاهدين ان التدريب اللي اصروا على تدريب المعلمين على المناهج الجديده ده حاجه كويسه الاول بالنسبه لنا. هل مناسبه التعليم والمناهج مناسبه للاطفال في الابتدائي اللي احنا شفناها في سنه اولى ومن السنه اللي فاتت والسنه دي، يعني تاني سنه عام يمر عليهم، ان المناهج بالنسبة للابتدائي كويسة ومناسبة بالنسبة لهم، لكن المشكلة كلها دكتور ان المدارس اصلا فيها عدد تكدس كبير. يعني الفصل فيه ما يقرب على 70 تلميذ، 75، اقل فصل 60، ودي كارثة كبيرة برضه. ما هو مشكلة تكدس الفصول دي لها حل هنتناوله في نقطتين. النقطة الأولى هو ان انا لازم اسمح بزيادة مساحة المدرسة. انا دلوقتي عندي قرارات بتمنع ان انا ازود عدد المدرسه عن 3 ادوار، او يعني ما ينفعش قبل الدور الرابع او هكذا. طيب المشكله الثانيه، طب انا دلوقتي هزود عدد الفصول،
بدل الفصل ما يبقى فيه مثلا 60 طالب هيصبح فيه 30 طالب. طب ما هو دلوقتي المدرس بده الحصه ال 60، فانا دلوقتي هضطر ان انا عايز 2 مدرسين، يبقى ده محتاج مني ان انا اعين او ازود الهيئه بتاعت التدريس في المدرسه، وده هيحتاج مني ان انا ازود الميزانيه بتاعت التعليم. فبالتالي لازم ان انا ابدا الاول ان انا ازود ميزانيه التعليم في الدوله، بالتالي على اساسه ابدا اعين كوادر تعليميه، بالتالي اقدر اسمح ان انا ازود مساحه الفصول في المدارس. فده بيحتاج بقى تخطيط، مش هنقدر نحلها النهارده ولا نحلها بكره، ولا نقدر نحلها بكره، لكن ممكن تاخد مني 2 3 سنين على ما احل مشكله التلاتة. يا دكتور، في عهد القياده الموجوده وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان كل الكلام بيتكلم عن الحوار حوالين الصحه والتعليم. هو بصراحه نهج عظيم في موضوع الصحه دلوقتي، وطبعا كل المصريين شافوه، بل العالم كله شافه من اول حمله فيروس سي، وما شاء الله يعني مريض الكبد النهارده عاد بياخد علاجه سواء بعد اسبوع او شهر او اثنين، المهم انه بياخد علاجه مجاني. فاحنا بنطالب بالسيد رئيس الجمهوريه بانه يدعم التعليم ويزود ميزانيه التعليم، تساعد الناس شويه ويهتموا بالمعلمين وبرواتبهم، وبصراحه بخاصه راتب المعلم. وعندي اقتراح كده يا دكتور هيثم اوجهه، خصوصا ان انا اصلا من ابناء التربيه والتعليم، فبوجه الاقتراح ان كل مدرس عايز يتفضل يدي دروس خصوصيه بس يقدم استقالته من التربيه والتعليم، او هو بيتعين يقول انا هشتغل في دروس خصوصيه ويشتغل براحته بعيد عن التربيه والتعليم، وبقيه المدرسين اللي ما تديش دروس اللي تشتغل التربيه والتعليم مرتبها يزيد. يبقى انت حليت المشكله، انت عايز تكسب وعايز تشتغل قطاع خاص اشتغل قطاع خاص، لكن تدخل المدرسه انا هزود لك راتبك، تبقى تبع الحكومه، تبقى بتخدم ولاد مصر، وبتشتغل جوه المدرسه بما يرضي الله مقابل راتبك بدون اي دروس خصوصيه اخرى. يعني احنا كنا اقترحناها قبل كده في موضوع الصحه، ويا ريت يعني صوتنا يوصل للساده المسؤولين من خلال برنامج حلمنا واحد وقناه الصحه والجمال، ان احنا بنقول ببساطه انت هتحارب الدروس الخصوصيه ازاي؟ هتروح على الاماكن اللي بيدي فيها دروس مش هتحلها، تمام؟ بيدوا في البيوت. طب انا كولي امر مثلا او غيري بيتصل بالدكتور او المدرس يكلمه ويروح له ويخليه يجي له بيته، طب هتفرق الناس؟ فاحنا نقول من الاول اللي هيتعرف عنه ان هو بيدي دروس خصوصيه يتفضل يسيب التربيه والتعليم ويسيب وظيفته ويشتغل فيها، وسيب مجال لغيرك وافتح درجات ماليه للناس تشتغل. وبالنسبه للجماعه اللي هم دلوقتي في خدمه عامه موجوده في المدارس بتشتغل، وممكن يقدموا طلبات كتطوعي، بدل ما يبقى تطوعي بدون فلوس خالص يدوني نسبه بسيطه يشتغل بيها. في نفس الوقت بتفك ازمه كبيره في المدارس بصراحه، وهم خدمه عامه عامله شغل في المدارس ومساعده. فده اللي من خلال البرنامج يا دكتور هيثم بنطلبه من معالي رئيس الجمهوريه، يحط يعني يبص لقانون التربيه والتعليم ويحط لها جزئيه ترفع شان المعلم وان الناس تحترمه وترفعه ماديا، وفي نفس الوقت يحط قرار حاسم للي يدي دروس خصوصيه ان هو يتفصل من شغله بس ايه ويشتغل قطاع خاص زي ما هو عايز. ولا ايه رايك يا دكتور في الموضوع؟ والله انا شايف ان المدرس المفروض يبقى هو اعلى راتب في الدوله. احنا عندنا مثال في دوله المانيا، هناك المدرس بياخد اعلى اجر. حتى سالوا مجد ميركل ليه المدرس في المانيا بياخد اعلى راتب في الدوله، قالت لك المدرس هو ده اللي بيطلع لي الطبيب، هو اللي بيطلع لي المستشار، هو اللي بيطلع لي رئيس الدوله نفسه، هو اللي بيطلع لي استاذ الجامعه. ازاي هو اللي بيطلع الناس دي كلها يبقى اقل اجر منهم؟ فاحنا عايزين نطبق كده، لان المدرس بيواجه في مصر بالذات اهانه ان هو مش لاقي مرتب. انت عندك متطلبات الحياه غاليه جدا، متطلبات الحياه عايزه ضعف مرتبه. طيب انت دلوقتي بتديني مرتب بسيط هو ده اللي مخصص ليا من ميزانيه الدوله، طب ما انا عشان خاطر اصرف على اولادي واعيش حياه كريمه هضطر ارجع لزياره الدروس الخصوصيه. زياره الدروس الخصوصيه دمرت التعليم في مصر، الطلبه ما عادش بتروح مدارس. انت لو جيت دلوقتي مريت في الصبحيه على اي مدرسه هتلاقي معظم الطلبه واخدين منازل، بالذات في مرحله الثانويه العامه، لان كله معتمد على الدروس الخصوصيه، هو ده اللي هيكسبه. يبقى هنا الدنيا خلاص انت كده خسرت القاعده الاساسيه اللي هو المدرسه، خسرت البنيه الاساسيه اللي هي المدرسه. يبقى انا هعالجها ازاي؟ ان انا ارجع للمدرس كرامته واديله مرتب يعيشه حياه كريمه زي اي وظيفه محترمه في مصر. المدرس لازم يتساوى بالمستشار اللي انا اللي هو اصلا خرجه، لازم يتساوى باستاذ الجامعه اللي هو اصلا خرجه. لكن برضه مهما كان انا شايف ان ظاهر الدروس الخصوصيه استاذ عصام لازم سواء انت شغال في المدرسه او مش شغال في المدرسه، طالما انت اتحسبت على التربيه والتعليم في مصر
دي وباء ما ينفعش ان انا ابرره باي شكل. حتى لو انا قلت لك افصلك من التربيه والتعليم واشتغل في الدروس الخصوصيه، لا ده لازم تبقى العقوبه بتاعتها حبس. ايوه اللي بيزور مهنه فراق مهنته. هي ما انا دلوقتي في كلا الحالات، لو انا دلوقتي سمحت بالدروس الخصوصيه وقلت المدرس اللي مش هيديها يقعد في بيته ملوش عندي مرتب ملوش عندي، ما هو برضه انا كده ما عرفتش المشكله الاساسيه، هو ان الطالب هيلغي المدرسه. الطالب ما عادش عايز المدرسه، هيقعد في البيت. طب ما هو المدرس دلوقتي هيجي يشرح لمين؟ والطالب اللي ما عادش يروح عايز يروح المدرسه، يا دكتور هيثم عشان الساده المشاهدين يبقوا معانا في الحوار، الطالب اللي مش عايز يروح المدرسه مش عايز يروح ليه؟ عشان ما فيش فيها شرح. لا المدارس في الابتدائي كلها مليانه شرح، ما فيش معلم في مرحله ابتدائيه يقدر يدخل فصل ويقعد ساكت. التلاميذ في الفصل اساسا ما يقدرش يسكتهم، يعني هنقول له اسكت بس يتعب نفسيا، فلازم يشتغل ويشغلهم ويتكلم معاهم ويشتغل في حصته. هنا القصه اللي انا بتكلم فيها دكتور هيثم قصه خلاف عند كل المعلمين، كلهم تعبانين، اللي مخليه يروح يشتغل دروس، طب في مدرسين مجال صناعي ومجال زراعي وما بيدوش دروس، اللي يخليه يطلع من شغله كمعلم المفروض ان هم العلماء ورثه الانبياء ويطلع يشتغل يركب توك توك او يطلع يحارب واحد ثاني نقاش في عيش في اكل عيشه او يطلع يروح يشتغل في فرن او يشتغل في معصره، هل ادبيا ونفسيا هذا المعلم التلميذ بتاعه لما يقابله وهو شغال في معصره بعد الشغل هيحترمه؟ احنا بنتكلم في ان انت دلوقتي في الدكاتره والاطباء انت زعلان ان الدكاتره والاطباء مثلا بيفتحوا عيادات، ما انت مديله راتب ضعيف، عايزه يشتغل يطلع يفتح عياده هو حر، بس ما يشتغلش في الحكومه ويدي راتب، يبقى الراتب دلوقتي قاعد في مجال دكتور مميل، انا اصبح عندي راتبين اقدم له دكتور واحد. أيوة. كذلك في التربيه والتعليم، انت راجل مصر ان انت عايز تشتغل في قطاع خاص، ما في تعليم خاص موجود، والمدرسين اللي في التعليم الخاص وناس المشاهدين واللي متابعينا عارفين كل حاجه ان في التعليم الخاص رواتب عاليه اللي شغالين فيها، واللي شغالين في الجامعات الخاصه راتبهم اكتر من شغالين في الجامعات العامه. اذا دلوقتي انت فتحت تعليم خاص، خلاص يا عم اللي عايز يدي دروس اتفضل يدي دروس ويسيب التربيه والتعليم، يسيب العمل الحكومي لمجال مدرس محترم نديله راتب محترم يقتنع بشغله. وانا اؤكد لك ان المدرس اللي هيبقى شغال وما عندوش اي عبء مادي شايله ولا هم بيخلص في شغله مرتين ثلاثه قد التانيين، بقيه المدرسين كلهم هيلتزموا بشغلهم غصب عنهم، وتبقى انت بتحارب الدروس الخصوصيه بطريقه محترمه بآليه. لكن انا كل شويه انزل حمله اجري على بيت فلان ادخل عليه، هو حرامي؟ هو في ايه مشكلته؟ هو الراجل مرتبه قليل برضه شفاعه وهو عايز يدي دروس؟ اقعد بقى من التربيه والتعليم. ده اللي انا اقصده من الكلام، مش حوار ان احنا مثلا ايه بنقلل من شان او بنتبه التلميذ. التلميذ بيروح المدرسه ولي امره لما لقى المدرسين بيدوا دروس بره وشغالين بره وبيروح في المدرسه بياخده، بدا يقول لك ايه بدل ما ابعته المدرسه هو في الثانويه وياخد مني مجهود ومصروف ومواصلات، لا انا اقعده ياخد الدرسين بره وخلاص ويبقى الموضوع كده. وبناء عليه انتشرت البلاده في التربيه والتعليم، والبلاده النفسيه اشد من اي بلاده علميه. البلاده النفسيه اللي انتشرت في التربيه والتعليم خلت الطالب عنده فطور مش عايز يروح، وبالتالي المدرس قاعد في المدرسه ما عندوش طالب، ما يجيش، ما انا ريحني، ما انا باخد راتب 500 جنيه 1000 ونص، يعني الكلام اللي بيتقال اللي شغال من سنه 92 في التربيه والتعليم في المرحله الابتدائيه لحد النهارده شغال بقاله 27 سنه او حاجه زي كده، راتبه النهارده 2300 جنيه. لو عنده ابن في جامعه ولا بنت في جامعه ولا يعيش ازاي ولا يشتغل ازاي وما بيديش دروس ومبتغي مرضات الله. انا معايا اصدقاء ليا قبل الحلقه متكلمين معانا ان احنا بس بنوجه عنايه الساده المسؤولين للتربيه والتعليم. بص لهم بصه كويسه، ادي المعلم حقه، خد منه حقك، خد منه حق الدوله، ما تسيبوش يرفع الغلطه. وسهله جدا على فكره يا دكتور هيثم، مدير المدرسه اللي بيبقى موجود في اي مدرسه او وظيفه لما المدرس بيغيب ويحس ان المدير هيشطب عليه بيجي يلتزم غصب عنه. ايوه لو حاسس ان هو المدير بقى شايفه ده ظروفه يعني منها يا لبنيلة زي ما بنقول في الارياف، مزفته زي ما بيقولوا بالالفاظ اللي هي الواحد يعني يخرج عن شعوره فيها، بيقول خلاص خليه يسيبه يطلع يشتغل ياكل عيش وامضي له وبتاع. طب ما هو كده في هو يعمل ايه؟ ديك جاي المدرسه مخنوق والدنيا مش مظبوطه، احنا ما بنشيلش الدوله حمل، لكن بنقول ايه؟ بنقول لو انصلح شان حال التربيه والتعليم زي ما حضرتك معالي الرئيس بدات تبص على التربيه على الصحه، على الصحه ان شاء الله هيكون في رد فعل كبير في الدوله ونهضه علميه، لان احنا عندنا علماء فعلا لكن استغلالهم بره اكتر من عندنا. عندنا علماء يعني انا بفتخر ان من منطقتي ومن قريتي العالم الجليل الدكتور فاروق الباز يعني مثلا من ضمن العلماء اللي ثبتوا نفسهم في العالم. فالنهارده الكلام في التربيه والتعليم ومرتباتها ممكن يخلينا يعني نتكلم حلقتين ثلاثه، احنا بس عايزين ندخل على ربط المناهج
بالنسبه للثانويه العامه ومناسبتها وامتحاناتها والتعليم الخاص والتعليم المفتوح يا دكتور هيثم. بس هنبرك فاصل ونرجع لكم، تابعونا بعد الفاصل. انتظرونا مع عصام الجميل والدكتور هيثم ممدوح في برنامج حلمنا واحد يوم الاثنين 11 صباحا. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. الدكتور هيثم اتكلم دلوقتي مع بعض بقى عن بعد ما اتكلمنا عن المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه، ونتمنى دايما لاولادنا اللي في الثانويه كلهم التوفيق يا رب، كل واحد يوصل فيهم لحلمه ولمبتغاه. هنبدا نتكلم عن التعليم الجامعي. التعليم الجامعي يا استاذ عصام مشكلته ان هو بينقسم الى تعليم حكومي وتعليم خاص. التعليم الحكومي عندي طبعا في تكدس، طبعا في بياخد الطلاب اللي هم اجتهدوا في الثانويه العامه، كل واحد بيدخل كليته على حسب مجموعه. ولكن التعليم الخاص من وجهه نظري المتواضعه ان هو خلق عدم تكافؤ فاضل في مصر. ازاي انا طالب في ثانويه عامه مثلا جبت 92% وكنت علم رياضه، وعشان خاطر علم رياضه ما دخلتش هندسه عشان واخده 93 او واخده 94 ايا كان التنصيب. هيجي واحد جايب 85% او 88% عشان هو مرتاح ماديا يدخل كليه هندسه ويبقى معترف به ويبقى في النقابه وكل حاجه. يدخل كليه هندسه يا دكتور ده بقى في التعليم الخاص. مثلا في التعليم الخاص في الجامعات الخاصه. انا بقول لحضرتك، فدلوقتي انا خلقت عدم تكافؤ فرص، خلقت عندي حزازيه اصلا بين طوابق المجتمع. ده تاني هام، انا دلوقتي ازاي واحد ما جابش اصلا مجموع كليه عشان هو معاه فلوس انا ادخله الكليه دي؟ المفروض انت تخش الكليه اللي انت جايب مجموعها، سواء ما كان مستواك حلو ولم توفق او مستواك ضعيف، المفروض المجموعه اللي انت هتجيبه تخش بيه الكليه. ثانيا، انا عندي وجهه نظر ان انا لازم لما اجي اعمل تعليم خاص في مصر او اوافق على انشاء جامعه خاصه او كليه خاصه، لازم اشوف هل هي محتاجه التخصص، يعني التخصص اللي احنا محتاجينه، هل سوق العمل محتاج الكليه دي او سوق العمل محتاج التخصص ده؟ لان انا مش عايز اعمل عمليه استثمار وبزنس رجال اعمال ياخدوا الفلوس في جيبهم واطلع اولادي يقعدوا في الشارع من غير اي وظيفه. انا هتكلم على المجال اللي انا فيه. انا مثلا عندي خريج اداب انجليزي او كليه السون على مستوى مصر او كليه لغات وترجمه ازهر. لو جينا نعمل فرنش هنقول ان كل سنه بنخرج 6000 طالب، 6000 خريج. هاي ال 6000 خريج دول انا وفرت لهم الوظائف المناسبه ليهم؟ هل انا وفرت لهم مجالات العمل المناسبه؟ ولا هل هم بيطلعوا يقعدوا يفتحوا محلات ويفتحوا سوبر ماركت ويشتغلوا مدير مبيعات؟ طب ايه لازمته بقى ان انا اعمل كليات لغات وترجمه خاصه ومعاهد لغات وترجمه خاصه وانا عندي السوق يعني في كف وزياده؟ فانا لازم لما اجي اعمل جامعه خاصه او اعمل كليه خاصه لازم ابص على حاجه سوق العمل. انا مش عايز اطلع خريج الاسم مكتوب في الشهاده مهندس او طبيب او طبيب اسنان او حتى لغات وترجمه واقعده في الشارع. البطالة أخطر على البلد من إدمان المخدرات. تماماً. البطالة أخطر على البلد من أي قضية. ده أهم يا أستاذ عصام. النقطة الثانية أنا عايز أتكلم فيها، ليه التعليم الخاص ما يبقاش تبع الدولة؟ ليه التعليم الخاص الدولة تعمل جامعة خاصة وجامعة حكومية؟ طبعاً الدولة أو وزارة التعليم العالي هو أكتر واحد فينا عارف حاجة سوق العمل وعارف طبيعة المناخ العمل والتعليمي في مصر. فهو بالتالي هو نعمل جامعات خاصة فلوسها تدخل ميزانية الدولة، بدل ما أنا أعمل جامعات خاصة يجي أي مستثمر سواء مصري أو غير مصري يعمل الجامعة الخاصة ويتخش فلوسها في جيبه وولادي يدفعوا في التعليم مثلا أيا كان بقى 100,000 في السنة 50 على حسب القرار دخلها ومش هيستفيد حاجة. تبقى أنا بقى عمل تعليم خاص، الميزانية تخش جيب الدولة ترجع لصالح المواطن ترجع لصالح التعليم، وفي نفس الوقت هبقى أنا عارف إن الطالب ده هيتخرج من كليته انا محتاج في السوق. المهم ان الفكره اللي بتتكلم فيها كانت مطروحه دايما وللمناقشه، حكايه ان يبقى التعليم الخاص يكون خاص تبع الدوله وتاخد فلوس، وغير اتاحت كده هو اصلا الفلوس هتدخل الدوله ما يفتح بقى يفتح بقى فرص عمل. يعني لو نحسب مثلا على الطب 7 سنوات في المتوسط، مثلا لو الكليه في الخاص هتاخد 100,000 يعني 700,000 جنيه، يعني بيتهيألي الدكتور لو طلع اتعين بعدها هيبقى
ال 700 الف جنيه يكفوا راتب لحد ما يطلع معاش، يعني انت فتحت له فلوس عمل من خلال شغله. انا بقول لحضرتك ده هيعود على مصلحه المواطن في الاخر. اه لكن احنا والتخصصات برضو اللي احنا محتاجينها المفروض يكون الكليه اللي في قطاع خاص يكون لتخصص انا محتاجه عندي عجز منه، عشان كده بدخل بجيب مجموعه اقل شويه ادخله في كليه خاصه اعوضها بالفلوس ترجع للتربيه والتعليم تفيد برضو الطلبه بتوع التعليم العام اللي هم في الكليات العاديه، تفيدهم وتفيد وتفتح لهم فرص عمل كده. يا دكتور على فكره احنا كان معانا مشكله جات لنا على ايميل البرنامج، كانت بتتكلم مشكله جايه من قريه الروضه مركز السن باللوين محافظه الدقهليه، كانوا بيتكلموا فيها على ان عندهم مدرسه كانت مبنيه وتم ازالتها وحاجه زي كده، وكانت وصلت وكانوا تواصلوا مع حضرتك فانت بعتهم انك تعرض مشكلتهم، فعايزينك تعرض مشكلتهم للناس. مشكله مدرسه الروضه ان مدرسه الروضه ما عندهمش مدرسه ابتدائي، بيضطروا كانوا عندهم مدرسه قديمه زمان وبعدين تم ازالتها، وهم دلوقتي عايزين يرجعوا يبنوا المدرسه تاني، ولكن التصاريح بتاعه الدوله حاليا او اللي هم قالوه ان ممنوع اكتر من 3 ادوار، فهم مش عارفين ينشئوا المدرسه، مش عارفين ياخدوا الموافقه تاني. طبعا دي مدرسه ابتدائي، وانت عارف ان ابنك هو داخل اولى ابتدائي محتاج حد يروح يوديه الصبح ويجيبه اخر النهار، هم دلوقتي بيروحوا البلاد اللي جنبنا، البلاد اللي جنبهم قصدي، فالبلاد اللي جنبهم طبعا حرام كده ان انا اعطل والد الطالب او والدته ان هو تطلع معاه وتيجي اخر النهار، فده ارهاق وتعب عليهم. فاحنا عايزين باسرع وقت ان الدوله تنظر بعين الرحمه لقريه الروضه في مركز السن باللوين، وهم دلوقتي بيقولوا ان الموافقه متوقفه على الاداره الهندسيه بالقوات المسلحه. طبعا الجيش المصري وقف جنب مصر كتير منذ بدء الخليقه ومنذ ظهور مصر، فلو الموافقه حاليا متوقفه على الاداره الهندسيه فاحنا بنطالب رجال القوات المسلحه ان هم يكملوا واجبهم الانساني غير واجبهم طبعا في حمايه البلد بضروره اعطائهم التراخيص لانشاء هذه المدرسه، لان بجد معاناه. ولو اي حد من المسؤولين نزل قريه الروضه البلد بتعاني بجد، يعني ايه قريه ما فيش فيها مدرسه ابتدائي ومش عارفين ياخدوا التراخيص والتصريح اللازم لبناء هذه المدرسه. احنا بنطلب من كل المسؤولين ومن السيد رئيس الهيئه الهندسيه في القوات المسلحه بضروره اعطائهم التراخيص والتصريح، لان ده وضع انساني، وضع انساني يحتاج الى سرعه التصرف. وان شاء الله نتمنى التوفيق لاهالي قريه الرضا ومشكلتهم تتحل على خير. انا بس عرضنا مشكله قريه الرضا واهاليها، واحنا كان لنا اصلا سابق حوار مع بعض ناس فيهم، فالدكتور هيثم عرضها لكم زي ما وعدكم من الجانب الانساني، لكن احنا التفاصيل بتاعه المشكله يا دكتور هيثم، هل الارض اللي تم ازالتها كانت تبع هيئه تانية قبل ما تزال وكانت التربيه والتعليم واخدها كوضع يد والكلام ده؟ ده مشاكل احنا بنقول كمؤسسات دوله مع بعضها، الزراعه تربيه وتعليم شباب رياضه، المهم في المصلحه في الاخر مين يمايل لمين عشان تبقى مدرسه، مفيش مشكله هي كلها ارض دوله. احنا بس بنبص لوضع الانسان. عشان كده قلت لحضرتك انك بتعرضها من احنا بنقول للساده المسؤولين سواء الارض تبع التربيه والتعليم، تبع الاصلاح، تبع الشباب والرياضه، احنا المكان كان مدرسه وكان عليه مدرسه لفتره كبيره وتم ازالتها المبانيها، ايه سبب الوقوف تاني او الكلام ده؟ حضرتك تحلوها مع بعض بتحل مشكله ابناء جيل كامل طالع من قريه متبهدل على الطريق بالمواصلات لجاري لغيره، وكانت الرساله جايه واحنا ايه قلنا نوصلها للساده المشاهدين معانا والساده المسؤولين عشان نشوفها، وبناكد على الاقتراح بتاع الدكتور هيثم ان التعليم الخاص يكون تبع الدوله، ودي نتمناه ان اي حاجه في مصر تكون خاصه تكون في ايدين الدوله، فلوسها داخله لها لانها هتعود بالصالح على المواطنين في جميع الاحوال يا دكتور. اكيد. ايا كان يعني أكيد. هتعود عليهم بالخير ان شاء الله للبلد، واحنا في زي ما بدانا في الاخر بنقول يعني علموا اولادكم الوطنيه والمحبه وعلموهم الاصرار على حلمهم يحققوها. يا دكتور هيبقى معانا شويه تقارير خارجيه ان شاء الله بطريقه مختلفه، يعني كل واحد في مجاله، في منهم يا دكتور هيثم اللي كان حابب المجال ودخلوا من الاول اختيار، وفي منهم اللي دخل المجال او العمل اللي هو فيه اجباري لظروف اقتصاديه او ظروف اجتماعيه او ظروف تعليميه او خلافه، لكن هل ثبت وجوده؟ هل ثبت ذاته؟ هل اصر ان طالما الحلم بتاعه الاولاني مش موجود ان ياخد حلم بديل
هل طور عقله وتفكيره ان ينتقل من مرحله الاحلام الوهميه الى الحلم الحقيقي الطبيعي اللي يوصل له؟ ده هنشوفه مع الساده المشاهدين. انتظرونا مع عصام الجميل والدكتور هيثم ممدوح في برنامج حلمنا واحد يوم الاثنين 11 صباحا. مشاهدين، زي ما عودناكم دايما في تقارير برنامج حلمنا واحد وتسليط الضوء على الادوار الايجابيه للشباب ودورهم في تطوير ذاتهم وتطوير مجتمعهم، فبالعمل وبالكفاح وبالجد وبالاجتهاد تبنى الامم. فسؤال حلقه اليوم من برنامج حلمنا واحد، كان حلمك ايه في حياتك وهل حققته ام لم يتحقق؟ فمعنا احد الشباب الطموحين، هنسيبه هو يعرفنا بنفسه ويكلمنا عن نفسه وعن طموحاته وعن احلامه. تشرفنا بك يا فندم، وياريت تكلمنا عن احلامك وعن نفسك وعن طموحاتك، وهل حلمك حققته في حياتك ولا ما حققتوش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر حضرتك ومجيئك هنا، بشكر القناه الصح والجمال. اسمي اسلام حواس من قريه بلجيه المنصوره. كان بدايه حلمي ان انا الحمد لله اخذت ليسانس لغه عربيه جامعه الازهر. كان حلمي ان انا اكمل اخد ماجستير اخد دكتوراه واكمل في المرحله في التعليم. يعني كان عندي حلم زي مثلا كان مثل اعلى دكاتره في الكليه. فالحياه ما ساعدتنيش، كان لازم اتجوز، كان لي ورا مسؤوليه، كان والدي موجود الله يرحمه، بس كان لازم اشيل المسؤوليه. فما عرفتش او خلاص خدت زي اي كل الشباب، بدات اتجهت للسفر وبدات اشتغل، والحمد لله جيت من السفر وبدات اشتغل في شغلي الخاص. طب استاذ اسلام، هل حققت حلمك في شغلك الخاص؟ الحمد لله انا بعد ما جيت من السفر وسافرت حوالي 10 سنين بدات اشتغل في مجال الايس كريم. انا كنت شغال فيه قبل في الفترات الصيفيه، والحمد لله اشتغلت في الايس كريم في السعوديه فتره 19 سنين. جيت حاول بدات بقى في 2013، نزلت من السفر بدات اجيب عربيه، اشتغلت في مجال التوزيع، خصوصا ان كان مجال التوزيع ده مجال كويس لقيت نفسي فيه بعد ما قدرتش احقق حلمي في التعليم. بدات الحمد لله جبت عربيه واشتغلت عليها، والحمد لله اشتغلت سنتين وجبت كمان عربيه، وبدات اوزع في الايس كريم والمواد الغذائيه، والحمد لله رب العالمين الدنيا ماشيه. وبدات وخصوصا بعد كده بدات افتح مجال للناس يعني نقدر نقول المقوله اللي بتقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. بالظبط كده، طبعا اي شيء هتحبه هتحقق ذاتك فيه، وخصوصا الحمد لله انا اشتغلت في المجال المبيعات ده قبل ما اسافر، وخصوصا وزي ما تقول احترفت في السعوديه مجال التوزيع. والحمد لله اشتغلت وجيت وقفت على رجلي هنا، بدات اجيب ناس معايا، يعني معتبر برضه تدي مجال لفرص العمل، فرص عمل للشباب وفتح باب رزق الناس، والحمد لله الدنيا شغاله. ومجال التوزيع شغال هو في الصيف طبعا اكتر حاجه احنا شغالين في المواد الغذائيه تمام او المثلجات، وفتره الشتاء بقى توقف جزئي يعني زي بيات شتاء زي ما بيقولوا تمام، وبنحاول نحقق بقى ايه المبيعات، الناس بقى تستريح فيه. انت شايف حلمك في المجال اللي انت شغال فيه شغال؟ اه الحمد لله، وخصوصا ان شاء الله بنسعى بعد كده ان شاء الله لمجال التصنيع سواء عصير او اي تمام. بحيث ان مجال التوزيع خلاص يعني شويه شويه مجال التصنيع بجانب التوزيع برضه تدي فرص عمل اكتر. اه بدي فرص عمل اكتر ويخلي فرص عمل وبرزق للشباب او الستات او الناس الكبيره تمام؟ سواء راتب جزئي او راتب كلي تمام. فده بيفتح مجال لحاجات كتير للشباب، والحمد لله رب العالمين. فعلا ده نقدر نقول فبالعمل وبالكفاح وبالجد وبالاجتهاد تبنى الامم. فدور الشباب مهم في حياتنا العمليه او حياتنا المعيشيه، ونقدر نقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. اكيد طبعا، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الحمد لله الدنيا ماشيه. ونشكرك على تسجيلك معانا والقاء الضوء على الحاجات اللي احنا عايشينها. ما هو قبل ما نفصل، في برضه في مجالك العملي برضه جنب شغلك في مجال العمل العام، عرفنا ان حضرتك في مركز شباب بلجاي، ان انت نائب رئيس مجلس الاداره وعضو لجنه الشباب والرياضه بالمجلس العربي الدولي لحقوق الانسان. تكلمنا ايه برضه عن عملك العام بجوار عمل شغلك الخاص؟ طبعا ده حاجه من الحاجات برضه الواحد الحمد لله حب يبدا نفسه فيها كبدايه عمل عام كمركز شباب، واللي كان نرتقي بالشباب
ونلتف حول الشباب نخرجهم من الحاجات او السرياء اللي كانوا بيعملوها سواء شرب عادي او مخدرات. يعني العمل العام مكمل للعمل الخاص. اه بالظبط، لان احنا بننشأ اولادنا، احنا عايزين ننشأهم على حاجات كويسة بالقرب من الدين والبعد عن المخدرات والاصحاب الغير كويسين يعني. فبنبدأ بقى مركز الشباب، تنشيط مركز الشباب، تنشيط الشباب لكي بيلاقوا نفسهم وقت فراغهم اللي هم فين؟ في مركز الشباب. مركز الشباب. تمام؟ وده ممكن تكون بدايه العمل العام ان شاء الله. فنهاية حلقتنا انتظرونا مع عصام الجميل والدكتور هيثم ممدوح في برنامج حلمنا واحد يوم الاثنين 11 صباحا. مشاهدينا الكرام، هيكون معاكم بعض التقارير من بعض قرى مركز ومدينة السنبلاوين من بعض النماذج المحترمة الشبابية اللي كان لها فكرة نفذتها ومشاريع، وهنبدأ تقريرنا إن شاء الله من دلوقتي مع أحد المواطنين اللي هنتحدث معه. أنا محمد حسين كفر الحاج عزب السنبلاوين ده قهلي. بس محمد، أنت ممكن تشرح للسادة المشاهدين عن المشروع اللي أنت عملته أو الحلم اللي أنت حاولت تحققه، توصل رسالتك للشباب وعرفنا أنت بتشتغل فيه أو بتعمل إيه؟ فتح المحل موبايلات، وكان معايا كاميرا وشغال في التصوير وكده، فالحمد لله يعني دلوقتي معايا عدة ويعني واكتملت وبقيت الحمد لله كويس دلوقتي. وبحب اوصل للشباب ان كل واحد يعني في شغلته ان هو يعني يسعى وربنا يكرمه ويبقى كويس ان شاء الله. طب سؤال يا استاذ محمد، هو دخلت المهنة دي اجباري ولا كان حلمك من وانت صغير ان انت تطلع مصور او صاحب محل او صاحب مشروع؟ لا والله كانت هواية في الاول يعني، وشكر بشكر ابويا يعني ربنا اديله طول العمر، هو يعني اللي وقف جنبي وفضل يعني يشجعني يعني، ما كانش في دماغي يعني خالص، هي كانت هواية في الاول، كنت شغال برامج وشغل يعني عادي خالص، بس الحمد لله دلوقتي ابويا شجعني والحمد لله يعني. المرحلة الحالية ايه؟ شغلك عبارة عن ايه؟ معايا وحدة فيديو كاملة دلوقتي والمحل اللي انت شايفه مباراة. نشكرك على اهتمامك لنفسك وتحقيق ذاتك، وهنسيبكم نروح لتقرير ثاني مع مواطن ثاني. انتظرونا مع عصام الجميل والدكتور هيثم ممدوح في برنامج حلمنا واحد يوم الاثنين 11 صباحا. محمد العشري، برنامج حلمنا واحد، ومعنا تقرير خارجي مع احد الشباب اللي كان لهم حلم وبفضل الله النهارده عدلوه اسم وعدلوه دور كبير واسمه بتردد في مجال اللي هو شغال فيه. نسيبه وعرفنا بنفسه. الاسم محمد السيد علي الشويل، مركز سنبلاوين، قرية البلمو. عرفنا محمد وقول للشباب انت كان حلمك ايه وايه مشروعك وايه اللي انت عملته. هو انا كان حلمي ان انا افتح مشروع ديكورات ومسارح، بس الحمد لله بقينا يعني الحمد لله فتحنا المشروع وبقينا متميزين في كل حاجة ورقم واحد ومطلوبين بالاسم، وبرضو الشكر لوالدي والفضل له، ويعني نشكر على كل حال يعني. محمد، كان حلمك ان انت تكون صاحب مسارح وكوش وديكورات وحاجات من دي، ولا كان ليك حلم تاني والظروف هي اللي فرضت عليك المهنة دي او العمل ده؟ لا، هو كان حلمي ان انا افتح مشروع ديكورات ومسارح. تمام، وبنشكر محمد وبنشكر الحاج سيد. كلمة من الحاج سيد والد محمد يوجه كلمة للشباب، وتقول يا حاج سيد. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اسمعكم السيد ابو علي الشويل من قرية البلمون مركز السنبلاوين ده قهلية. فنتمنى ان كل شاب يقف في ريح والده بالجهاز الذاتي تمام الحمد لله رب العالمين وطموحهم، وكل واحد يشوف مصلحته اهم شيء، باللوم الحلال اهم شيء دي طبعا، ونسيبنا من العطل والبطالة. فكل واحد يتمنى في مشروع او والده يعمل له مشروع ياكل منه عيش حلال. شكرا. انتظرونا مع عصام الجميل والدكتور هيثم ممدوح في برنامج حلمنا واحد يوم الاثنين 11 صباحا. مشاهدين، معكم محمد ثروت تقرير خارجي من المنصورة لبرنامج حلمنا واحد على قناة الصحة والجمال. طبعا انتوا عارفين برنامج بيتكلم عن الشباب وطموحهم واحلامهم وازاي يحققوا الاحلام ديت. معانا ضيفنا النهارده الاستاذ هاني عبد الشكور، احد الكوادر الشابه، وعرفنا بنفسه. انا بيك يا استاذ محمد، كل سنه وانت طيب، شرفتنا ونورتنا، وبرنامج حلمنا واحد شرفنا ونورنا. اهلا بيك. اخوك هاني السيد عبد الشكور، المستشار القانوني لمجموعه شركات الباز وجولدن كراون للاستيراد والتصدير.
وطبعا مهموم بالعمل العام، العمل الخدمي والسياسي وكذلك العمل الحقوقي. يعني ده اللي خلاني اجيب حضرتك. ربنا يخليك ما تحرمش. طبعا حضرتك عارف فكره البرنامج، بيتكلم عن الشباب واحلامهم وطموحهم، واتكلمنا عن حلمك يا استاذ زين. حلم مستقبلي ان شاء الله تعالى، انا طول عمري، انا 35 سنه، خريج دفعه 2007، لسانس حقوق. من البدايه اشتغلت على المحاماه في الشركات والكلام ده، والحمد لله رب العالمين يعني قدرنا على مدار ال 10 12 سنه اللي فاتوا ان احنا نحقق جزء من احلامنا، وباذن الله تعالى ربنا ييسر الحال، احنا الحياه مستمره ونكمل بقى حلمنا الوظيفي باذن الله. ولكن على المستوى بقى العام والخدمي والسياسي لنا احلام وطموحات كتير، جزء كبير منها ناحيه الدوله والنظام السياسي، والجزء الثاني ناحيتنا وناحيه مبادراتنا وناحيه مشاريعنا. احنا شغالين كده كده في الشارع، عمل ميداني، اعمال خدميه، اعمال خيريه، كانت لنا سوابق في العمل الميداني والعمل العام والعمل الخدمي. مشاريع كتير يعني، من ضمنها مثلا مشروع لتجميع القمامه، مشروع تاني للوحات المعدنيه والارشاديه على الطرق، وتحديدا احنا مركز ريفي، فبطبيعه الحال هيئه الطرق ما بتهتمش قوي بموضوع اللوحات الارشاديه على الطريق. فاحنا كمجموعه شباب جمعنا فلوس من بعض، بعد زياده معدلات الحوادث على الطرق عندنا، جمعنا من بعض مبلغ وعملنا لوحات ارشاديه على الطريق، وكانت دي السبعه الاولى تقريبا على مستوى الجمهوريه. انتظرونا مع عصام الجميل والدكتور هيثم ممدوح في برنامج حلمنا واحد يوم الاثنين 11 صباحا. اكثر الشباب ان هم عندهم الفكر المتطور وعندهم عندهم احلام، والايام اللي جايه ايام الشباب، ايامهم. فتعالوا نشوف شباب جروب قال الخير شايف الفعاليات اللي فاتت كلها ازاي بمقارنه بالقافله بتاعه المنشاه اللي هي قافله رقم 4. عامل ايه؟ الحمد لله. اول قافله ليك يا محمود، عايز اعرف ايه الايجابيه اللي شفتها، يعني ايه يعني ايه الحاجه اللي مفرحاك دلوقتي؟ الحاجه اللي مفرحانا ان احنا ساعدنا ناس كتير، وان شاء الله هنفضل يعني مكملين ومستمرين باذن الله. باذن الله. هتعيد التجربه تانية يا محمود؟ اكيد هتعيد. أكيد. استفدت؟ استفدت. عايز اعرف ايه الايجابيه اللي شفتها؟ الحمد لله معرض ناجح 100%، وانا ما شفتش اي سلبيات فيه الحمد لله. كان فيه اقبالية جامدة قوي على الملابس وعلى المصاحف وعلى الحمد لله. طبعا لو معانا كان قد كده. ابراهيم يوسف ادمن جروب رسائل خير، والاستاذ عمر عمر المصري ادمن برضه في جروب رسائل خير، هل فرق معانا في القافله دي؟ طبعا اكيد فرق. طبعا فرق. اولا احنا زدنا بيهم، وثانيا طبعا كانت مساعده عاليه منهم جدا جدا، كنا سعداء جدا جدا ان هم كانوا معانا لاول مره، وهم كمان كانوا فرحانين جدا جدا ان هم كانوا معانا. لا صراحه ما كانش اول مره، صراحه ما كانش اول مره في الجروب، اول مره في القوافل الاخيره. فعلا هم ما حضروش ولا قافله من اللي فاتوا فعلا لظروف العمل. ايوه كده، عشان شغلهم وظيفتهم وكده يعني. طبعا طبعا. فدي كانت حاجه جميله جدا. انتظرونا مع عصام الجميل والدكتور هيثم ممدوح في برنامج حلمنا واحد يوم الاثنين 11 صباحا. في بالضبط عرفنا بنفسك. والله كان حلمي اللي انا كنت تعلمت التصوير وبدأت شغل التصوير وبشتغل مع ده وبشتغل مع ده، والحمد لله قومت كوشة ومداخل وكده. تمام. ونرجع تاني لبرنامج حلمنا واحد ومع الاعلامي الاستاذ عصام الجميل. الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل، نتابع اللي حصل اللي شفناه في التقارير مع الدكتور هيثم. شفت حضرتك التقارير وشفت الناس قد ايه اصرت على حلمها، واحنا بنقدم لهم شكر كده من خلال البرنامج يعني. دكتور هيثم والله يا استاذ عصام انا بوجع من كل قلب الشكر لاي شخص تمسك بحلمه، حتى لو اختلفت الأقدار واختلفت المعايير اللي كان رسمها لنفسه. انت لازم، انت اتخلقت في الدنيا، خلي عندك يقين ان ربنا عز وجل خلقك لأداء دور معين في الحياة ومهمة معينة في الحياة، فانت ربنا سبحانه وتعالى وضعك في المسار اللي لازم تمشي فيه، مش اللي انت عايزه، لا اللي هو عايزه. فانت لازم يعني الإحباط واليأس ما يقربوش منك، اشتغل اعمل على نفسك، هتوصل في يوم من الأيام اللي انت عايزه. انت كنت مثلا خاطر انك تبقى طبيب وتبقى دكتور ناجح، طب يمكن ربنا عايزك تبقى عالم ناجح، يمكن ربنا عايزك تبقى كيميائي ناجح، ربنا عايزك تبقى رجل دين. ما تحاولش دايما ان انت الحلم اللي انت رسمه لنفسك لو راح
يبقى انت كده خلاص خسرت الحياه، لان هي اسمها حياه يجب ان تحيا الحياه. عندك عزيمه وعندك ايمان بالله وعندك اراده هتقدر توصل للي انت عايزه. وانا عايز بس اوجه كلمه بسيطه لبعض الناس اللي انا قابلتهم بعد نتيجه الثانويه العامه، وكان طبعا عندهم الاحباط مسيطر بسبب ضياع كليات القمه. كليات القمه دي مش موجوده الا في مصطلح، كليات القمه مش موجوده الا في دول العالم الثالث فقط، دول العالم الثالث فقط. انت ممكن لو انت معاك تعليم مهني واجتهدت تبقى احسن من الطبيب. مش كل طبيب ناجح، مش كل الناس دكتور مجدي يعقوب. اهم شيء تنجح في مجالك، اهم شيء تركز في تخصصك، وبامر الله ربنا يوفقك. وبتمنى لكم دايما الخير والتوفيق وتحققوا كل احلامكم، لان حلمكم واحد منا زي اسم البرنامج حلمنا واحد. حلمنا واحد طبعا برنامج الساده المشاهدين، واحنا بنشكر كل واحد له اصرار على حلمه. وانا دايما بوجه كلمه في كل في نهايه حوار مع اي حد، بقول له حقق ذاتك من خلال ذاتك. يعني حقق ذاتك من خلالك انت. ايه المجال اللي اشتغلت فيه؟ احب مجالك، مجالك هيحبك. حب مهنتك، مهنتك هتحبك. علم الناس ازاي الاصرار على المهنه، حبيتها هتوصل بيها. واحنا الحلقه قربت تخلص، وكنا عايزين نفضل معاكم اكتر من كده، لكن انتظرونا ان شاء الله في الحلقات الاخرى مع برنامج حلمنا واحد.